الطوارئ التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية من أجل إنقاذ السنة الدراسية واستكمال التلاميذ تعليمهم ودراستهم، وهذا بعد تعليق الدراسة إلى 19 أفريل المنصرم، حيث انطلقت هذا الأسبوع هذه الخطة لفائدة جميع التلاميذ المتمدرسين المقبلين على الامتحانات المصيرية عبر قنوات التلفزيون العمومي والأرضيات الرقمية التابعة للديوان الوطني للتربية والتعليم عن بعد، وقد لقيت استحسانا واستجابة بما يعادل 150 ألف مشاهدة للدرس الواحد. وهذا البرنامج التعليمي والدروس التدعيمية النموذجية تشمل الفصل الثالث لكل المستويات أو لكل السنوات الامتحانات الرسمية، تبث حاليا عبر قناتي التلفزيون العمومي الأرضية والجزائرية السادسة لفائدة تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط، فيما فعل جهاز التدعيم المدرسي عبر الانترنت من خلال الأرضيات الرقمية لديوان الوطني للتعلم أو للتعليم والتكوين عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الرابعة والثالثة وثالثة ثانوي أقول. كما سيتم استغلال الإذاعات المحلية في هذا الغرض من أجل تمكين التلاميذ الذين لا تتاح لهم خدمة الانترنت من استكمال دروسهم. كما سيتم بث حصص تعليمية للتلاميذ في جميع المستويات عبر اليوتيوب من خلال 17 قناة. هذا وقررت وزارة التربية خلال هذا الأسبوع تأجيل امتحان إثبات المستوى الذي كان مقررا في 21 من الشهر الجاري والخاص بالمتعلمين عن بعد. وكان وزير التربية الوطنية محمد واجع طوط أكد سابقا أن الوزارة وضعت خطة من أجل وضع كل الاحتمالات الممكنة في حال استمرار الحجر الصحي وتعليق الدراسة. نشير فقط أن قناة الشروق أيضا توفر برنامجا موجها للمقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا من أجل مساعدتهم في المراجعة، وهو البرنامج 100 يوم قبل البكالوريا من أجل الاستفادة أكثر وتعويض النقائص.